ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل، وبنشكر كل الشكر والتقدير طبعا للزميل أحمد القاضي وشباب مبادرة إحياء الأرض. أما عن فقرتنا التانية فهو موضوع مهم جدا، زي ما احنا عارفين إن مصر بلد زراعية، بس زي ما احنا عارفين إن مصر بلد زراعية، مصر برضو بلد صحراوية. إزاي؟ ده اللي هنعرفه. إزاي يكون عندنا مساحة الصحراء في مصر 94%، وإزاي نستغلها في الزراعة؟ في إطار الموضوع دوت هيتحدث معانا الأستاذ الدكتور ياسر عبد الحكيم، أستاذ مساعد في مركز بحوث الصحراء، هيتحدث إلينا في عن الأراضي الصحراوية في مصر ومشكلتها وكيفية التغلب عليها. مرحبا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور، نورتنا في خير بلدنا. خلينا نبتدي مع حضرتك يا دكتور وتوضح لينا طبيعة وخصائص الأراضي الصحراوية المصرية. الأرض الصحراوية، أو أولا مصر بتقع في أشد مناطق جفاف العالم جفافا، بمعنى إن مفيش أمطار في مصر إلا يدوب في الساحل الشمالي، مساحة ضيقة جدا من الأمطار اللي هي بتمتد من الشيخ زويد والعريش ومرسى لغاية مرسى مطروح والسلوم وهكذا، الشريط الضيق من الساحل الشمالي. فعشان كده مصر ما فيهاش مصدر للمية غير نهر النيل، هو الأساس بالنسبة لنا. طيب، وعلشان كده بتلاقي الزراعه كلها متركزه في حوالي 9 مليون فدان على الوادي والدلتا اللي هي مصدر الري الرئيسي فيها ميه نهر النيل. ولكن ده مش معناه ان احنا نفضل قاعدين مستنيين على قد نهر النيل. احنا عدد السكان بتزيد واحتياجاتنا الغذائيه بتزيد، فبنضطر نتوسع في الصحراء. التوسع في الصحراء ده بيخلينا نبتدي نلجا لمصادر بديله للميه بدل نهر النيل، يبقى في الساحل الشمالي الامطار، وفي بقيه الصحراء كلها الابار. يعني المصادر المائية اللي احنا ممكن نعتمد عليها في الأراضي الصحراوية في الزراعة الأمطار ومياه الآبار. بالظبط كده. وفي حاجات تانية كتير طبعا. طب ايه هي المصادر؟ وفي تحلية مياه البحر مثلا، في الري عن طريق تكثيف المياه بتاعة الصبح بتاعة الندى، في طرق ليها برضو. ان احنا كمان بنغير في نظم الري بتاعتنا، ما بقاش ري بالغمر زي اللي في الوادي وفي الدلتا، لا يبقى ري بالطنقيط وري بالرش، وفي ري تحت سطحي، في أنظمة كتير، في زراعة داخل الصوب، بنزرع زراعة مثلا هيدروبونيك او زراعه مائيه، كل ده بيوفر في استهلاك المياه تحت الصحراء. اولا لو هنقول الصحراء يعني ايه؟ يعني منطقه جافه ما فيهاش امطار، يعني اراضي رمليه او جيريه او اراضي فيها يعني مش اراضي خصبه، اراضي فقيره ما فيهاش ماده عضويه. هي دي مشكله الارض الصحراويه نفسها، وبتتعرض لظروف جويه صعبه، ارتفاع في درجات الحراره والبروده الشديده وهكذا. طب عشان نتاقلم معاها او نشتغل معاها طبعا بيبقى ليها طرق كتير ان احنا نلجا لها، ليها طرق في الزراعه، زراعه خاصه بيها في زراعه الصحراء نفسها يعني. تمام. طب ايه هي الطرق اللي احنا ممكن نلجا لها عشان الصحراء عندنا تتعمر؟ بجانب حضرتك دلوقتي ذكرت الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها لتوفير المياه في زراعه في الاراضي الصحراويه. مشكلتنا بقى دلوقتي في التربه نفسها، زي ما حضرتك قلت تربه جيريه، تربه فيها ما عندهاش القدره على امتصاص العناصر، الكلام ده كله. شوف يا ستي، عشان نلخص الموضوع ده، كل الاراضي الصحراويه تقريبا، يعني مش الصحراويه بس، او اراضي مصر كلها، حتى اراضي الوادي والدلتا، الاراضي الطينيه السوداء اللي معظم الناس عارفينها طبعا، دي بتتميز بانها ارض خصبه فيها ماده عضويه، والاراضي الصفراء الرمليه اللي في الصحراء سواء بقى فيها طبقه كلسيه او ما فيهاش، في معظم تركز الطبقات الكلسيه دي اللي هي الجيريه في الساحل الشمالي فوق. اما بقيه الصحراء الغربيه او الشرقيه اراضي رمليه عاديه. كل الاراضي دي بتشترك في مشكله واحده، المشكله هي ارتفاع قلويه التربه. بمعنى ايه؟ لو هنبسطها خالص، النبات المجموع الجذري بتاعه ده مش فيه اسنان بتاكل، ده عباره عن ممصات بتشفط ميه دايب فيها العناصر الغذائيه اللي بتغذى عليها النبات. النبات بيتغذى على 16 عنصر غذائي. ال 16 دول في منهم 13 احنا بنسمدهم في التربه، المفروض يبقوا دايبين في الميه. اللي هي عمليات الخدمه اللي بتتم قبل الزراعه احنا بنعملها في التربه. المفروض انت بتضيف سماد في التربه، فالتربه دي المفروض يبقى الميه السماد ده دايب في الميه دي. ولكن في 6 عناصر تحت ظروف الاراضي القلويه المصريه بيترسبوا تحت في التربه بسبب ارتفاع القلويه. ارتفاع القلويه ده بيؤدي لترسب العناصر دي، ففي الحاله دي الجد مش عارف يمتصها. تمام؟ مش هتوصل للنبات. ما توصلش للنبات، فيبقى انتاجه ضعيف، وده اللي بيخلي انتاج الارض الصحراويه ضعيف. طيب نعمل ايه؟ او نوضح الاول يعني ايه قلويه الاول، انا اسف نسيت اقول لكم دي، يعني ايه قلويه؟ الارض بطبيعتها المفروض في وسط، يا وسط قلوي يا وسط حامضي يا وسط متعادل في النص. تمام. الطبيعي ان النبات يقدر يعيش كويس جدا ويمتص ال 13 عنصر غذائي اللي احنا بنضيفهم في الارض، ويبقوا دايبين في صوره كامله وصالحه للامتصاص لو البي اتش متعادل، مينيمم 6.5 اقل حاجه لغايه 7.5. تمام.
القلوي اللي بياخد رقم بي اتش فوق ال 7.5 بيبقى 8 8.5 اللي هي معظم الاراضي الصحراويه المصريه، ولو حموديه اقل من 6.5 بقى حوالي 5. بس هي بس نوضح للناس ان طبيعه الاراضي في مصر اللي هي المنزرعه والغير منزرعه اي ما كانت كلها قلويه، قلويه كلها معظم بس الاراضي هي المصريه قلويه. بنسبه القلويه بتختلف طبعا نسبه القلويه بتاعتها عشان بس نوضح للناس. ايوه طب ايه ايه القلويه؟ القلويه حاجه او البي اتش دي، دي عباره عن مقياس بيعبر عن درجه الحموضه او القلويه. ميزان، كفتين ميزان، في كفه فيها الاو اتش تمثل الارض القلويه وكفه فيها الاتش تمثل الارض الحموديه. لو الاتش اكتر يبقى الارض دي حموديه وبياخد ارقام اقل من 7. لو الاو اتش اللي هو موجود عندنا في مصر اللي هو القلوي اكتر ياخد ارقام فوق ال 7 8 8 ونص 9 وهكذا، تبقى الارض دي ارض قلويه. الدرجه اللي بيبقى عناصر غذائيه دايبه فيها من 6.5 ل 7.5، فوق 7.5 بيترسب في 6 عناصر، اقل من 6.5 بيترسب 4 عناصر من ال 13 عنصر. عشان ما انتهش بس العناصر اللي بتترسب من ال 13 عنصر دول هو الفوسفور عنصر غذائي من العناصر الكبرى، وجميع العناصر الغذائيه الصغرى حديد وزنك ومنجنيز ونحاس وبورون بيترسبوا في الارض. ده هيؤدي لاي سوء تغذيه للنبات، بالتبعيه هيؤدي الى نقص المحصول المتوقع تحت ظروف الارض القلويه دي. طب اتجنب المشكله دي ازاي او نعالجها ازاي، سواء في الارض الصحراويه او في الارض الطينيه؟ دكتور معلش بعد اذن حضرتك، بس عايزين نعرف ايه اهم مشاكل الزراعه في التربه الصحراويه؟ حاضر، ما انا دي هي دي النقطه اللي بنتكلم فيها. اتفضل. ان اهم مشكله بتقابلنا في التربه الصحراويه ارتفاع قلويه الارض. ارتفاع قلويه الارض ده بيرسب الست عناصر من ال 13 دول، فبيؤدي الى سوء تغذيه فباخد محصول قليل. طب اتغلب عليها ازاي؟ بنضيف في التربه دي العناصر الغذائيه الصغرى، بحطها في شكل مخلبي اللي بيسموه الايديثا او الايدها، دي ماده مخلبيه عضويه بتقدر تحمي العناصر دي من القلويه وتفضل دايبه في الميه فيقدر الجدر يمتصها. نحن بنجيب الحديد على شكل ايدها، والزنك والمنجنيز والنحاس على شكل ايديتا، والفوسفور من عنصر العناصر الكبيره ده بضيفه على شكل حامض فوسفوريك في ظروف الارض القلويه دي. ففي الشكل ده وبالطريقه دي اقدر اتغلب على المشكله دي. هو احنا بس نوضح للناس، احنا بنجيب العناصر دي ونضيفها في شكل مخلبي وتتضاف للتربه. عايزين بس نعرف الناس طرق التفاعل بين التربه وما بين العناصر دي وهي في الشكل المخلبي، بعكس ما بتتضاف في شكلها الطبيعي. شكلها الطبيعي اللي معظم الناس بتضيفه على شكل عشان بيبقى سعره ارخص، سلفات حديد وزنك ومنجنيز وكلام زي كده، ده بيترسب في التربه بسبب ارتفاع قلويه التربه، تمام؟ لكن لما ناخده نغلفه جوه غلاف زي البونبونايه او الشوكولاته، بيبقى ليها غلاف من بره، الغلاف ده هو الماده المخلبيه الايديتا، اختصار لاسم ماده عضويه اسمها ايسيلين داي امين تتر اسيتيك اسيد، ماده عضويه هو القشره او الغلاف ده، لما بغلف فيها العنصر واضيفه في التربه القلويه بيفضل دايب في الميه، لكن لو ضفته من غير الغلاف ده بيترسب في الارض ما يدوبش في الميه، فالجدر ما عرفش يمتصه. ده بمنتهى البساطه. الشيء الثاني اللي نقدر نستخدمه لمواجهه مشاكل التربه الصحراويه، ان التربه الصحراويه تربه فقيره ما هياش خصبه في الماده العضويه، فاضيف فيها مواد عضويه زي الكومبوست. ان احنا بناخد مخلفات النباتيه اللي عندنا في المزارع، مخلفات القمح اللي هو مخلفات قش الرز، مخلفات الذره وهكذا، اي مخلفات قص تقليم العنب والاشجار، اي كلها. مخلفات نباتيه، اي مخلفات نباتيه كمان نباتيه، بنحولها لكومبوست نباتي سماد عضوي يعني، وبنضيفه في التربه، فده بيرفع من خصوبه التربه الصحراويه دي. تمام. طيب. احنا ممكن نتنقل مع حضرتك في جزئيه، احنا كده اتكلمنا عن الصحراء اللي احنا نتعامل معاها في زراعه المحاصيل اللي هي معروفه عندنا اللي بتزرع في الاراضي الزراعيه اللي هي كمحاصيل الخضر والفاكهه وغيرها من المحاصيل اللي حضرتك تعرفها. طب نتكلم على الفلورا النباتيه او النباتات البريه اللي بتطلع في الصحراء. في ثروه نباتيه في مصر اسمها الفلورا النباتيه او النباتات البريه المصريه. عندنا احنا في مركز بحوث الصحراء في جين بنك او بنك جينات بيبقى متخصص في انه يحفظ او نحفظ جواه البذور بتاعه النباتات البريه، لان دي ثروه ومعظم الناس اللي مش دارسين الكلام ده ما يعرفش، متخيل النباتات البريه اللي في الجبل دي ملهاش قيمه، بالعكس. تمام. دي ثروه مصريه جميله جدا وتخصنا احنا في مصر، وعشان كده اتعمل لها بنك بيسموه بنك الجينات، موجود في محطه بحوث الشيخ زويد في شمال سيناء، وفي بنك جينات تاني تابع لمركز بحوث زراعيه موجود في طريق اسكندريه الزراعي تقريبا. المهم يعني ايه قيمه النباتات البريه دي؟ النباتات دي نباتات متاقلمه متكيفه بطبيعتها على ظروف المناخ والتربه اللي في الصحراء، متحمله للحراره، متحمله للبروده، متحمله للجفاف، متحمله للري بالميه المالحه،
فدي بالنسبه لنا صار وبتدي انتاج ونبتات ليها قيمه. اي ظروف بيئيه تتعرض ليها هي ايه متأقلم عليها. طب يا دكتور معلش موجزا في الثلاث دقائق بالظبط عايزين نعرف من حضرتك ازاي كيفيه تأقلمة النباتات المنزرعه في الصحراء مع الظروف المعاكسه اللي موجوده الحراره الرطوبه. هقول لحضرتك اهو بمنتهى الهدوء بس كده نوضح للناس الاول هي ايه النباتات البريه دي. النباتات البريه دي في منها نباتات رعويه بتغذى عليها، احنا عارفين النباتات الرعويه كلها اللي بيغذوا عليها الثروه الحيوانيه عندنا الاغنام والابقار والجاموس والكلام ده، البرسيم والذره والكلام ده. البرسيم والذره ما يتحملش الجفاف ولا يتحمل الريبه والميه المالحه. في نباتات بريه بقى في الجبل في الصحراء المصريه مش متعرف عليها الا البدو اللي عارفينها واحنا كمركز صحراء بندرسها وحافظينها وبنحاول نكترها، بتتحمل الملوحه وتتحمل الجفاف زي الدخن زي الحاجه النباتيه اسمه القطف او الاتريبليكس من الاسم العلمي بتاعه، ده بيتغذى عليه الجمال، ده نبات بيتحمل مروحه ميه البحر، يشرب ميه البحر ويدي انتاج ونسبه البروتين فيه عاليه، نباتات رعوي زيه زي البرسيم. طب هو احنا نستفيد منها ازاي النباتات البريه؟ بنأقلمها او بنستأنسها، بنعمل لها حاجه اسمها الدومستيكيشن، احنا بنستأنسها وندخلها في الزراعه، هو نبات بري طالع بري، انا باخد بذرته وابتدي اكترها وابتدي ازرعه على نطاق تجاري. وابتدي اعمل بيه توعيه للمزارعين ان ممكن تغذي الجمال والاغنام والماعز والابقار على القطف ده، نبات بيشرب من الميه المالحه بتاعه البحر ويديني انتاجيه ممتازه جدا وكنمو خضري غني في البروتين النباتي وفي درجه استساغه عاليه للحيوان. انا بزرعه على نطاق تجاري في الاراضي اللي احنا بنزرعها عادي في الارض الصحراويه كلها، كل معظم الناس لا انا يعني هي نقطتي دلوقتي يا دكتور النبات ده بيطلع في الاراضي الصحراويه. تمام. انا لما بعرف المزارعين بيه وبعمل توعيه ليه وبنزرعه على نطاق تجاري بنبتدي ناخد منه جزء نزرعه في الاراضي الزراعيه عادي ولا هو في الصحراء؟ لا طبعا هو لو زرع في الارض الصحراويه هيجود اكتر واكتر لان توفر له ظروف بيئيه مناسبه بالنسبه له، لكن لو زرع في الارض الصحراويه وتروى بميه مالحه او ما تروىش بجفاف شديد خالص هيدي انتاجيه ممتازه برضه بس اقل لو في الوادي والدلتا، ولكن تكفي لانها غذي على الحيوان. لو ده خدنا كمثال كنبات القطف مثلا كنبات رعوي، في نباتات طبيه، في نبات السكران المصري اللي هو الهايوسياماس بوفياناس، ده مشهور جدا ومعروف مش موجود الا في مصر بس، ده نبات طبي الشركات الادويه والصيدله بيطلعوا منه مستحضرات طبيه خاصه بعلاج بعض الامراض يعني من غير ما استفيض فيها. في نبات مثلا اسمه لافنديولا تيوريكا، ده نبات بيطلع منه عطر اللافندر، ده نبات بري مصري. في نباتات مثلا العرعر، ده نبات طبي برضه، او الجنيبرس، في نباتات كتيره جدا، نباتات احنا بنشوفها طبيه كتير بريه في الصحراء احنا ممكن نستفيد منها. النباتات دي خلقها ربنا، هي ليها قيمه وبتزرع ليها ظروف جويه مناسبه، لازم النباتات البريه دي نهتم بيها في الصحراء ونشوف ازاي ننشر وعي بين المزارعين ان ازاي يهتموا بالنباتات المهمه دي. دكتور ياسر عبد الحكيم استاذ مساعد مركز بحوث الصحراء، بشكر حضرتك على حسن تواجدك معانا، نتمنى ان احنا نكون قدمنا لحضراتكم معلومات مفيده وفقرات مهمه في حلقتنا الاولى من خير بلدنا. انتظرونا الخميس 9 صباحا من كل اسبوع، شكرا لكم.